مساكم الله بالخير. الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الجديد، الكثير يمكن أن يتقلد منصب حكومي أو منصب وزاري، لم يتقلد منصب وزاري لأن طول عمره كان بعيد عن تجاذبات والصراعات، وغالبا ترى أو خلينا نقول دائما، والقاعدة الأساسية لكل حاكم في الكويت أنه يأتي خارج دائرة الصراع. كل اللي حكموا الكويت تقريبا أتوا خارج دائرة الصراع من بعد مبارك الكبير، كان في نزاعات أو أقطاب خلينا نقول يتوقع وصولهم إلى السلطة، ولكن يأتي شخص ثالث ويأخذ السلطة دائما. ربما تميل أسرة الصباح إلى ترشيح ولي عهد يكون بعيد عن التجاذبات السياسية، وهذا ما حصل مع الشيخ مشعل الأحمد، واللي معروف لدى كل القريبين من الحكم أنه رقم صعب وفرصة كبيرة جدا لأن يكون حاكما للبلاد، الكلام من عشرات السنين. فهو ابتعد عن الصراعات وابتعد عن أيضا المناصب الوزارية لأن غالبا يكون فيها صراعات وتجاذبات وأخذ ورد. أعتقد لهذه الأسباب يعني لم يقبل بأي منصب وزاري، وعرضت عليه مناصب وزارية أكثر من مرة. خلفيته طبعا عسكرية في سلك الشرطة، وتخرج من بريطانيا وعمل ضابطا في وزارة الداخلية إلى أن انتهى به الحال أن يؤسس إدارة أمن الدولة. أول من أسس إدارة أمن الدولة بالكويت الشيخ مشعل الأحمد أظن سنة 78، ترك وزارة الداخلية سنة 80. بعدها المنصب الحكومي اللي تولاه نائبا لرئيس الحرس الوطني في سنة 2004، وهني بينت طلعات سموه حيث عمل على تغيير جذري في الحرس الوطني، وقف الواسطات والمحسوبيات، ألغى أسماء العوائل والقبائل واكتفى بالأسماء الثلاثية أو الرباعية حتى يعني تقل المحسوبيات وتقل يعني الأمور اللي كلنا نعرفها كمجتمع خليجي. لغى هذا كله وجعل اختيار الضباط بالقرعة، يعني الضباط يقدمون يجتازون طبعا الشروط ويجتازون الاختبارات والمقابلة الشخصية، كل من يجتاز هذه الثلاث أمور يدخل القرعة ويأخذون العدد اللي يحتاجونه. ولما صار ولي عهد نفذ طبق هذه الآلية أيضا في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع، وكلنا شفنا القرعة طبقت بأمر توجيه من سموه. الشيخ مشعل الأحمد لا يتوقع أن يغير الكثير في سياسة يعني الكويت الخارجية، يمكن عزز الاتفاقيات اللي وقعها مع الصين لأن عنده تطلعات أن يغير الكثير، واعتقد أن سنرى في عهده إذا الله يعني متعه بالصحة والعافية، أعتقد أن سنرى في عهده تغييرات ملحوظة وسريعة جدا. وحتى اختيار ولي العهد اعتقد انه سيتم بشكل سريع، الشيخ مشعل حازم وحاسم وراح يبين يمكن من الايام الاولى التغييرات. اعتقد ان اللي سواه بالحرس الوطني وابعاد المحسوبيات والواسطات حاول يطبقه لما آلت اليه الامور، لما تم تفويضه من قبل الامير الراحل الشيخ نواف الاحمد، لكن صار فيه شوية عراقيل، اعتقد ان الان زالت هذه العراقيل وانه سيسير بهذا الاتجاه اللي هو اتجاه إلغاء الواسطات والمحسوبيات وتطبيق القانون على الجميع الصغير والكبير ومحاربة الفساد، واعتقد أن محاربة الفساد ستتوسع بشكل كبير في عهده. كما أن خبرته في بناء الأجهزة الأمنية أعتقد أنه راح استخدمها في توجيه أو إعادة ترتيب الأمور في الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل عام، وهو اللي ألغى جهاز الأمن الوطني، راح نشوف ترتيبات أعتقد بهذا الاتجاه. أن النواب بعيدين عن طموحات ومصالح الشعب، وشفنا آخر قرار له كان وقف العبث في التعيينات والتنقلات والأمور هذه، لذلك لم يقبل بمثل هذه الأمور. أعتقد أن في قرارات كثيرة وكثيرة جدا راح تتم في الفترة المقبلة، أعتقد أن هذا سيكون التوجه وهذا سيكون المسار للفترة المقبلة. نسأل الله أن يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعنه عليه، ونسأل الله له التوفيق والسداد. قبل أقل من 24 ساعة تكلمت عن سمو أمير بلاد الشيخ مشعل وقلت أن راح يتخذ قرارات حاسمة وحازمة مو راضي عن الوضع، وسبق أن ذكر ذلك بكلمته، وشفته اليوم كلمته الواضحة والصريحة والتاريخية واللي لم تحصل بتاريخ الكويت، أن حدد أمير للكويت الخلل بهذا الشكل ولام الحكومة والمجلس معا، وسمى اللي حصل بأنه صفقات
وتذكرون قلت لكم عن العفو اللي أغضب أهل الكويت وزعلهم بأنه كان صفقة، وأكد سمو الأمير على ذلك اليوم، وكذلك تكلم عن قرار وقف النقل والندب والتعيين بأنه كان لوقف العبث، وأكد سموه اليوم كلمته هذا الأمر. فعلا الكويتيين تفائلوا فرحوا فرح شديد، ولم يحزن سوى المتمصلحين من الوضع السابق اللي متأملين تعيينات باراشوتية أو يأخذون مقابل مادي عشان تغريدات، أو لهم مصالح أن تمشي معاملاتهم أو تعييناتهم أو ما إلى ذلك. هم الحزينين من الوضع الحالي ومن حسم الأمور بهذا الشكل. كل من يتمنى الخير لهذا البلد فرح وسعيد بهذه الإجراءات وبهذا التوجه وبوضع سمو الأمير إيده على الجرح وإشارته إلى مكمن الخلل، وتفائلوا أيضا بقبوله لاستقالة الحكومة. كلنا نبي دولة قانون، دولة مؤسسات، والقانون يأخذ مجراه، والناس تتعين بناء على الكفاءة وليس على الولاء والواسطة وصفقات سياسية، والمخطئ يأخذ جزاءه، مو يتم العفو عنه بناء على صفقات سياسية وبدون ما يعتذر وبدون ما يتعهد بأنه ما يكرر أخطاءه مرة أخرى. كان الشيخ مشعل مشرف بنفسه على ملف التعيينات هذا، وكان تم إزاحة العديد من مناصب الكويت، أظن وصلت 600 منصب شاغر بسبب تجديد الدماء، وتم تحديد أو تم وضع ملفات ولجنة اشتغلت شهور طويلة على هذا الأمر. تم وضع ملفات لكل المتوقع حصولهم على هالمناصب، وتم تصفية هذه الملفات، وتم كان أحد الوزراء في الحكومة السابقة يشرف على هذا الأمر، وتم تحديد الكفاءات بناء على شنو راح يأخذون المناصب ويطلعون تاريخها شنو صار فيه من تجاوزات وشنو إن كان كفاءة ولا مكفاءة، عليه قضايا إدارية، عليه أمور شبهات، عليه كذا عليه كذا. هذا كله قطته الحكومة الحالية بالزبالة أجلكم الله، وبدأ التعيين بالبرشوت بناء على المحسوبيات وبناء على الولاءات اللي بعض الأطراف. المهم الحمد لله انزاح هذا الهم. مبروكين يا أهل الكويت بمشعل الحسم ومشعل الحزم، سمو الأمير الشيخ مشعل الله يحفظه، اللي راح يضع الأمور بنصابها الصحيح بإذن الله، والله يوفقه ويعينه على الخير. والفرح الحقيقي مثل ما قلت قبل تلمسه برسائل واتساب، بالاتصالات، بالناس اللي تشوفهم وجها لوجه، وليس من حسابات مأجورة وشوية طبالة بتويتر وحسابات وهمية. الحمد لله وشكرا يا مشعل الحسم ومشعل الحزم، سمو أميرنا ووالدنا ولي أمرنا، على إعادة الأمور لنصابها الصحيح.